لأن الفرس تعرف من أصلها بويه جبهته، إذا عرضت جبهة الفرس أو الحصان هذا من دليل الأصل، إذا تبعدت عينه يمنى عن عينه اليسرى هذا من دليل الأصل، وكذلك إذا كبرت عينه بعد في الحجم المفضل تكون هذه من 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 دواعي السبك. ثم نعفته الخشب رمة يكون تكبر، لأن إذا كبرت مناخره، فهذا كذلك من الأصل، من شخوص الأصل. ثم طول الرقبة، ثم قصر الأذن، ثم قصر القين، هذا من دلائل السرعة والسبق والأصل. ثم طول البطن بالحصان، جمارة يدها الرصاص هذا اللي في الذراع إذا قويت وكبرت بعد، هذه دليل على الأصل حتى المطية، ودليل في المطية الأصل بعد، والقوة إذا كبر حلجها مني لحي عند وين يجي لحيها، حين الحلج داخل، لكن كان كثير من الناس إذا بيقولون عن اللثم قالوا الحلج ما باللثم، الحلج داخل، الحلج من بعد اللسان، في أغلب مخرة اللسان من ناك الحلج، أما اللثم هو الأول. فهذا يستدل بها على مثل ما استدل بها كعب لما انطر الناقة قال في الناقة ضخم مقيدها فعم مقلدها في دفها سعة قدامها ميل. إذا كانت فعامة في الحنيرة هني في الرقبة، رقبتها فيها أكبر عن رقبتها مؤخرة رقبتها، هذه يستدلوا بها أنها تكون ساعدها على التنفس والقوة، والرصاص هذا يساعدها أن الرصاص هذا ما يتعور إذا مشت أو سارت بقوة أو ركضت أو غارت في محل أرض صلبة وفيها كدف ما تتأثر، وإذا هذه ضعيفة الرصاص هذا اللي قال له في الفرس قال له القين، ومن معالي القين الرمانة، هذه رمانة الذراع أو رمانة القين التحتية، لأن هذه ما تتأثر في قوة الأرض وصلابتها، وإذا ضعفت تتأثر. ثم الحافر كل ما كبر كل ما يدل على أصل الفرس. ثم بعد الحافر يكون أن الحافر له رمانته دورته، هذه الرصاص اللي يركب على الحافر مثل جرة الساق الأمنة، فهذه هي تقوي الفرس، تقوي. وهذه دلائل الأصل. أما دلائل السبق أكثر ما يكون دلائل السبق قصر الظهر وطول البطن وطول الرقبة وقصر الأذن، هاي دلائل السبق. دلائل الأصل كذلك ترتبط مع دلائل السبق، لكن بعض الوقت تفقد شيء من دلائل السبق، ولو تحصل شيء من دلائل الأصل لكن دلائل السرعة تفقدها في بعض المواصفات أو في بعض شخوصها.